Good evening, Engineer 4. How are you? Today we are going to complete concept number 3 and number 2, okay, and complete studying unit 2 about motion. As you know, we have studied concept number 1 about starting and stopping and energy and motion, and concept number 3 about speed. طبعا energy and collision هنأجله لل يونت او للترم التاني ان شاء الله، ونبدا مع بعض concept number 2 energy and motion. اول حاجه لازم طبعا نبقى عارفين الاوبجكتيفز او الاهداف اللي مطلوب مننا نحققها في نهايه الكونسبت ونهايه دراسته. خلينا نبدا مع بعض. اول حاجه نعرف ان في مفهوم مهم جدا دايما بنقوله بس مش بنبقى مدركين كويس لمعناه، كلمه energy الطاقه. What is the meaning of energy؟ إيه هي الأنواع كمان المختلفة للإنرجيز اللي ممكن نكون موجودة حوالينا ومش عارفين اسمها إيه؟ خلينا نقول إن الإنرجي is very important in our life and they found everywhere around us. كل حاجة حوالينا فيها طاقة، حتى جسمنا كمان فيه طاقة ومحتاج طاقة، تمام؟ لو جينا اتكلمنا عن الأنواع المختلفة من الإنرجي يا أولاد، هو ده اللي هيخلينا أكتر نفهم معنى كلمة إنرجي. أول تايب أو أول نوع للإنرجي معانا كيميكال إنرجي. خلينا نعرف إيه الحاجات اللي موجودة حوالينا اللي بتعمل ستورينج الكيميكال إنرجي، إيه الأشياء اللي متخزن جواها طاقة من النوع الكيميكال، طاقة كيميكال إنرجي. هنلاقي يا أولاد إن الطعام اللي إحنا بناكله food بيكون فيه جواه chemical energy. كمان الباتريز أو البطاريات اللي إحنا بنستخدمها في الريموت بتاع التلفزيون أو في أي حاجة لعبة بتاعتنا ممكن نلاقي فيها باتري، كل دي حاجات يا أولاد بيتخزن جواها energy. طيب إيه اسم الإنرجي اللي متخزنة جوا الطعام food وجوا dry cells or batteries؟ ممكن نقولها كده ممكن نقولها كده. هنلاقي إن نوع الإنرجي chemical energy. يبقى دايما نسأل نفسنا ايه نوع الانرجي اللي موجود في الشيء اللي موجود قدامنا. لو اتكلمنا كمان يا ولاد عن نوع اخر من الانرجي اسمه kinetic energy، واتكلمنا عن هو بينتج من ايه، ايه الاشياء اللي ممكن تديني طاقة حركة kinetic energy، هنلاقي المروحة electric fan، كمان washing machine المكنة أو الغسالة بتاعة الهدوم بتبقى دايما بتتحرك علشان تنظف الهدوم، هي طريقتها كده إنها بتلف علشان الهدوم تندمج مع المية وتتغسل. يبقى الطاقة أو الانرجي اللي بتصدر منها نوعها kinetic. نفس الكلام لو اتكلمنا عن الالكتريك فان، أنا عايز إيه لما بشغل المروحة في الصيف؟ ببقى عايز إنها تديني حركة تقوم تساعد على حركة الهواء فتخلي الجو أكتر كول. يبقى يا أولاد نقدر نعرف نوع الإنرجي لو ركزنا بس شوية وفكرنا. وطبعا الإكزامبلز اللي بنقولها هي مجرد إكزامبلز بسيطة، أنتوا تقدروا تعملوا سيرتش أكتر وتجيبوا إكزامبلز كمان وكمان. لو اتكلمنا عن نوع كمان من الإنرجي اسمه electric energy، كلنا نسمع عن الكهرباء يا أولاد. خلينا نشوف إيه الأشياء اللي ممكن تطلع كهرباء، إيه المصادر أو sources of electric energy. أول مصدر طبعا شطار الباتري، باتري اللي هي الحجارة اللي بنحطها في الريموت أو في الألعاب بتاعتنا. الباتري دي يا أولاد مصدر للإلكتريك energy، لكن هي متخزن جواها مواد كيميائية chemical substances، هي اللي بتتحول بعدها لإلكتريك energy وياخد منها إلكتريك energy. يبقى جوه الباتري في chemical energy لكن produces بتطلع لي إيه؟ برافو عليكو، بتطلع لي إلكتريك energy. حاجة كمان مش عارفة سمعتوا عنها ولا لأ يا جونيور 4، برضو بتكون مصدر للإلكتريك energy وهي solar cells. solar cells اللي هي الخلايا الشمسية. إيه هي solar cells دي؟ دي طريقة حديثة لاستخدام الطاقة اللي جاية من الشمس في توليد الكهرباء، يبقى بحصل على الإلكتريك إنرجي من السولار سيلز. لو جينا نتعرف عن نوع تاني كمان من الإنرجي، تخيلوا إن الصوت بتاعنا ده طاقة، يعني الساوند ممكن يكون نوع من أنواع الإنرجي. بيجي منين الساوند؟ ممكن إيه المصادر اللي تصدر ساوند إنرجي يا أولاد؟
برافو عليكو. التلفزيون اللي شغال في البيت طبعا اوقات ما بنكون فاضيين او في الاجازه، لان احنا طول الوقت طبعا مهتمين بدراستنا وبالقراءه والمذاكره. لو جينا بصينا على التلفزيون اكيد هو مصدر للساوند انرجي، عشان كده بابا بيتضايق قوي لما نعلي التلفزيون جامد، بيقول انا وداني وجعتني من الصوت. يبقى الساوند ده نوع من انواع الانرجي اللي ممكن يكون ليها تاثير، ممكن نحس بيها وتعمل لنا ازعاج لو كان الصوت عالي، او تعمل هدوء في الاعصاب لو كان صوت جميل لايك مثلا ساوند اوف ميوزك مثلا زي البيانو اللي بيصدر صوت مريح للاعصاب. يبقى كل اللي بنقوله دلوقتي يا جونيور فور هو الانواع او التايبس اوف انرجي اللي ممكن يقابلوني في حياتي وانا ببص كده حواليا في كل مكان. هل خلصنا؟ لا لسه، كمان عندي لايت انرجي او الطاقه الضوئيه. خلينا نشوف ايه المصادر اللي ممكن تديني لايت انرجي اللي احنا ساعات بنقول عليها راديانت انرجي او طاقه اشعاعيه، طاقه ضوئيه. لايت هو النور كمان ممكن يكون انرجي؟ اكيد اكيد اللايت مصدر للانرجي يا اولاد. ممكن نجيب اللايت من السن، وطبعا مش عايزين نتكلم عن السن، دي اهم واكبر مصدر لاي طاقه في العالم، فهي مين سورس اوف انرجي. الشمس هي المين سورس اوف انرجي. كمان نعرف ان اللامبس او اللمبات ممكن كمان تديني لايت انرجي. يبقى احنا دلوقتي بنستعرض مع بعض اكزامبلز على الانرجي وتايبز الانواع بتاعت الانرجي ايه، ونعرف كمان ايه الريسورسز اللي ممكن تديني الانواع دي من الانرجي. يبقى تاني بنتكلم عن نمبر 5 في التايبز اوف انرجيز اللي هي لايت انرجي، وبنقول ان الريسورسز بتاعتها هي sun or lamps. طيب لو جينا اتكلمنا كمان about heat energy or thermal energy، هنقول ان thermal energy or heat energy produced from electric heater or electric iron، يعني الدفاية electric heater هي اللي بنستخدمها دلوقتي واحنا في التلج الجامد جدا ده علشان تدينا طاقة حرارية، heat energy تدينا حرارة، او ممكن نقول عليها thermal لو قلنا الاتنين كلامنا صح، heat energy or thermal energy. كمان يا ولاد الالكتريك ايرن طبعا كلنا عارفين لما بابا يكون رايح الشغل وعايز يلبس القميص بتاعه، فبتضطر ماما انها تكوي له القميص او هو يكوي القميص بتاعه علشان يبقى لو كان هو فيه شويه ميه او مبلول شويه ملحقش ينشف، فبنلاقي ان القميص نشف بسهوله جدا ونقدر نلبسه. يبقى ده معناه ان الالكتريك ايرن اصدرت هيت انرجي او طاقه حراريه ساعدت انها تخلي الهدوم تتخلص من الميه اللي فيها او تتبخر الميه اللي فيها وتنشف بسرعه. يبقى خلينا متاكدين ان كمان المكوى من الحاجات اللي بتبقى سورس اوف هيت انرجي، علشان كده ناخد بالنا كويس ما نحاولش نقرب من اي الكتريك ايرن او مكوى عشان ما تاذيناش، لان الحراره بتاعتها بتكون عاليه جدا، ممكن الهدوم تستحمل لكن ايدينا مش هتستحمل. يبقى خلينا نتكلم عن كل حاجه والانرجي اللي فيها ايه. الالكتريك هيتر والالكتريك ايرن كلهم بيكون الانرجي فيهم نوعها هيت انرجي، او هما مصدر للهيت انرجي. طيب خلينا نقول كمان يا ولاد الانرجيز بشكل مختلف شويه. لو اتكلمنا عن الالكتريسيتي او الالكتريك انرجي هنقدر نكتشف حاجه غريبه جدا يا جونيور فور، نكتشف ان احنا نقدر نغير الانرجي من صورة إحنا ممكن مش محتاجينها قد كده، ده بالعكس كمان ده ممكن تضرنا لو قربنا منها، زي الكهرباء electric energy. الكهرباء جميلة جدا، بس جميلة إمتى؟ لما أحولها لصورة تانية، يعني ممكن أحولها light تنور لي لمبة، ممكن أحولها heat برافو عليكم، أحط الفيشة مثلا بتاعة السخان electric heater أو الهيتر بتاع الووتر السخان بتاع الميه، وكمان الالكتريك هيتر او الدفايه اللي بحط الفيشه برضو تطلع لي هيت انرجي. طيب لو جينا فكرنا هنلاقي ان الكهرباء لوحدها كده مش حاجه حلوه خالص، بالعكس ده ماما دايما بتحذرني من الكهرباء وتقول لي ابعد عن الالكتريسيتي عشان دي ممكن تعمل لك مشكله، ولكن لو عملت لها كونفرتنج او تحويل لصوره تانية او فورم تانية
ممكن ساعتها تبقى كويسه ومساعد كويس ليا اقدر استخدمها في حياتي، زي converting او تحويل electric energy into light or heat energy. طيب معايا كده يا جونيور 4؟ طيب طالما انتوا بتقولوا انكم مركزين حاولوا تجاوبوا لي الكويشن ده. complete what are forms of energy. عايزاكوا تقولوا لي 3 types of energy or 3 forms of energy. يلا بينا، خلينا نقول ان الكيميكال انرجي تمام، ولايت انرجي، ساوند انرجي، ممكن حد تاني يكتب كينيتيك انرجي تمام، ممكن حد يكتب ايه هيت انرجي اور ثيرمال. كل دي اكزامبلز برضو مظبوطه اباوت انرجي او اكزامبلز على الانرجي تمام. خلينا الكويتشن نمبر 2، وات انرجي ستورد ان باتري، وات انرجي ستورد ان باتري. ايه نوع الانرجي اللي متخزنه في الباتريز، في البطاريات، او اللي ساعات بنقول عليها مش بنقول باتري، لا بنقول دراي سيلز. ايه نوع الانرجي اللي ستورد، متخزن جواها، ما قلناش produced، stored يعني متخزن جوه، لسه ما طلعش بهيئه electricity، لسه متخزن تمام. شطار، it's chemical energy. شطار يا جونيور 4. طيب برضو لو جينا نبص على الباتريز، هنا بقى مش بيقول stored، لا بيقول produce what battery produces what energy. يلا بينا، تمام انتوا شطار جدا، electric energy، ممتازين يا جونيور 4. طيب اخر question مع بعض، piano produce what energy، piano produce what energy، produces what energy. طبعا اول ما نقول piano هنفتكر الساوند والصوت الجميل بتاعه، يبقى sound energy تمام. خلينا نتكلم كمان يا ولاد عن الفورس is needed to make any object moves. بمعنى ايه؟ بعد ما خلصنا كلام about energy خلينا ننتقل عن الجزء الثاني في عنوان الكونسبت بتاعنا وهو الموشن. ازاي الحركة بتحصل؟ ايه الحاجة اللي ممكن تكون سبب في حدوث الموشن او الحركة عموما؟ هنقول ان القوة force. القوة من الحاجات المهمة جدا علشان اي حاجة في الدنيا تتحرك. انا علشان احرك الكرسي محتاج طاقه عشان اعرف اشيله، سوري محتاج فورس، محتاج قوه، لازم اكون قوي عشان اعرف انقل الكرسي. لا عشان ازق مثلا عربيه لازم يكون الشخص عنده فورس. حاجات كتير قوي 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 عشان اعملها ممكن تحتاج فورس او قوه، مش شرط ان تكون القوه عاليه على حسب الحاجه اللي انا بحركها. كمان القوه دي محتاجه مني ان يكون عندي انرجي، عشان كده when object moves it gains energy. يبقى الشخص اللي عنده energy هيكون عنده force، قوة انه يعمل moving للأشياء او يحرك الأشياء اللي حواليه. لو اتكلمنا عن الـ static pole has no energy at the top of the hill، يعني زي ما انتوا شايفين في الصورة يا ولاد، لو عندي كورة موجودة على أعلى hill او حاجة مرتفعة كده يا ولاد، زي جبل او شيء مرتفع، وفي كورة موجودة في أعلى نقطة عليه، هنلاقي ان الكوره قدامنا شايفينها واقفه ازاي، ثابته static، مفيش اي حركه. ده بيدينا انطباع ان there is no energy. معايا يا جونيور 4؟ يبقى تاني لازم دايما اربط الموشن او الحركه بحاجتين، force and energy، القوه والطاقه اللي بتخليني عندي force او عندي قوه. طب لو بصينا على الحاله الثانيه، لو الكرة دي رولد أو اتزحلقت كده أو اتدحرجت من على الهيل وبدأت تنزل لتحت، هنلاقي إن الكرة بدأت تتحرك، إذا حصلت على أو gains motion energy. في الحالة دي when the pole is rolled it gains motion energy، بتحصل على motion energy، طاقة حركية اللي هي ممكن نقول عليها kinetic تمام، ده الاسم العلمي لطاقة الحركة kinetic energy. طب لو قلنا يا ولاد الموفينج اوبجكتس هاف موشن او kinetic energy، خلينا دايما ناكد ان اي جسم بيتحرك هو بيكتسب او عنده طاقة حركة kinetic energy. again any moving object have motion energy، ممكن اقول motion energy، ممكن اقول kinetic energy. شطار، برافو عليكم.
لو جينا بصينا على جسم ثابت مش بيتحرك static objects، هنأكد إن أي جسم ساكن أو static بيمتلك طاقة. أيوة طبعا، كل حاجة ممكن يكون عندها energy، طاقة. إزاي يا ميس؟ ما هو ثابت static، يعني مش بيتحرك أصلا، إزاي بتقولي إن عنده طاقة؟ لا، هو الطاقة اللي عنده دي متخزنة stored، مش بتظهر غير لحظة ما يحتاجها. الطاقة اللي متخزنة أو الـ stored energy دي بنسميها potential energy. إيه ده؟ يبقى إحنا دلوقتي من غير ما نحس قلنا كمان نوعين من الـ energy جداد، طاقة الحركة وطاقة السكون أو الوضع، kinetic energy and potential energy. لو جينا بصينا على الكورة اللي في الرسمة اللي قبليها يا ولاد، اللي كانت at the top of the hill، هنلاقي إن الكورة زي ما انتوا شايفين واقفة وثابتة إزاي؟ وكلكم قلتوا إن طالما الكورة واقفة وثابتة يبقى there is no energy. طب إيه رأيكم بقى لو زقينا الكورة دي زقة صغيرة؟ إيه اللي هيحصل؟ هل بنضطر نمسكها وننزلها لغاية تحت، ولا هي لوحدها بتتدحرج وتنزل لحد تحت وبسرعة كبيرة كمان؟ أيوه تمام، هي نفسها بتتحرك. ليه بتتحرك؟ لأن كان متخزن جواها طاقة بس ما كانتش باينه عليها. اسمها ايه الطاقه دي؟ اسمها potential energy. عامله زي يا اولاد لما امسك كده مثلا ايه طوبه او حاجه واحذفها من البلكونه العاليه. طبعا ناخد بالنا حاجه زي دي ما نعملهاش لو كان في حد واقف تحت. طيب لو انا حذفت اي حاجه من مكان عالي وليكن كوره، هلاقي ان الكوره يا اولاد نزلت لوحدها لغايه تحت، وبالعكس ده عماله بتنزل بسرعه 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 لحد ما توصل للأرض وتبقى سرعتها أكبر حاجة وتصطدم بالأرض. يبقى ده معناه إن الشيء اللي موجود في ارتفاع عالي بيكتسب أو موجود جواه طاقة متخزنة، طاقة stored متخزنة جواه. اسمها إيه الطاقة دي؟ اسمها potential energy. خلينا نتعرف مع بعض على لعبة كده جميلة كلنا بنشوفها أو بنلعبها لما بنروح الأماكن الترفيه مثلا، اللي هي لعبة الرولر كوستر جيم. رولر كوستر جيم هي لعبة اللي هي مش عارفة اسمها قطر كده، يعني ليها كل مكان بيسميها اسم معين. اللعبة دي يا ولاد اللي احنا بنركبها مثلا بتنزل بينا بسرعة شديدة كده، وبنستمتع وبنفرح قوي، وساعات في ناس بتتخض جدا وبتخاف من اللعبة دي طبعا، طيب لأنها صعبة شوية. خلينا نقول كمان معلومات علمية عن الجيم دي يا ولاد. هنقول إن الرولر كوستر equipped with electricity and motor that help car to move up the ramp. بمعنى ان اللعبة دي عشان تطلع من على القطر ده لازم الاول تكون متوصلة بالكهرباء electricity والموتور، يعني بنزودها بالكهرباء وموتور او موتور عشان يعرف يخليها تترفع وتطلع لاعلى ارتفاع. تمام. تاني لو بتكلم عن الجيم اللي هي اسمها رولر كوستر equipped او رولر كوستر جيم، الرولر كوستر جيم دي يا اولاد علشان تطلع على اعلى جزء في الرامب او في المرتفع ده لازم يكون في قوه بتطلعها اللي هي electricity مثلا، الراجل بيوصلها بالكهرباء، او بيكون كمان العربيه فيها موتور او موتور بيزقها لغايه ما تطلع. جميل جدا. مجرد ما بتوصل لاعلى نقطه هنا بقى يبقى لنا كلام تاني. ركزوا معايا بقى عشان نشرح كويس قوي الجيم دي، عشان فيها معلومات علمية ممتازة لها علاقة بالطاقة أو الانرجي اللي احنا بنتكلم عنها. أول حاجة يا ولاد during moving upward، أثناء ما كانت الرول كوستر دي بتصعد لأعلى بتتحرك لفوق، stored energy increase gradually، طاقة متخزنة بتبدأ تزيد بالتدريج، stored energy increases gradually يعني بتبدأ وهي طالعة عمالة تخزن طاقة من النوع البوتنشال. تاني during moving upward، أثناء الحركة إلى أعلى، الـ energy اللي stored بتبدأ تزيد gradually، عند أعلى نقطة بتبدأ يا ولاد إيه؟ بتبدأ إيه؟ تزيد الطاقة بتاعة البوتنشال energy. طيب خلينا نكمل. لو جينا اتكلمنا كمان يا ولاد at the highest point، عند أعلى ارتفاع at ramp، ايه اللي بيحصل بقى؟ هنلاقي يا ولاد ان بدأت الـ stored energy تبقى اعلى قيمة. يبقى تاني الـ stored energy become maximum اعلى قيمة موجودة،
يبقى كل ما كانت بتصعد لأعلى أو go upward كل ما كانت بتزود الـ potential energy لحد إمتى؟ لحد ما تبقى at the top عند أعلى نقطة في الـ إيه؟ في الـ ramp بيبقى عندي طاقة الـ potential أعلى حاجة maximum. طب لو جينا نشوف يا أولاد during sliding down أثناء الانحدار إلى أسفل والرامب أو سوري والرولر كوستر وهي بتنزل بقى من أعلى الرامب بيبدأ البوتنشال إنرجي تتحول لصورة تانية خالص اسمها طاقة الحركة kinetic energy. يبقى تبدأ البوتنشال إنرجي تسلم الطاقة اللي عندها لنوع تاني اسمه kinetic وتتحول من إنها كانت ساكنة أو ثابتة على أعلى جزء في الرامب لأنها بقت متحركة وبقت بتتحرك بقوة كمان وتندفع لأن المكان منحدر مرتفع. هي خزنت وهي طالعة وبدأت تفرغ الطاقة وهي نازلة. أنا بقولها لكم ببساطة جدا يا جونيور فور عشان تعرفوا إن كلها معلومات بسيطة أنتوا شطار وعارفينها وتقدروا تقولوها ومتخيلينها كويس. إحنا بس بنحاول نوضح الأمور ونديها تايتلز كده وعناوين عشان نعرف نقولها ونعيدها تاني. لو اتكلمنا تاني during sliding down stored energy converted into motion energy أو kinetic energy. طيب as we move down the speed increases and motion energy increases. يبقى دايما السرعة speed مرتبطة بالkinetic energy. كل ما كان الجسم سرعته عالية speed بتاعه عالي كل ما كانت الكينيتيك انرجي او طاقه الحركه اللي بيمتلكها هي كمان عاليه جدا. تمام. طيب خلينا نقول بقى انا بقول الكلام ده ليه، لان كل ما الرولر كوستر بتنزل لتحت في الرامب كده تنزل لغايه تحت كل ما نلاقي ان سرعتها عماله تزيد ومين بيزيد معاها؟ برافو عليكم، طاقه الحركه كينيتيك انرجي. زي ما انتم شايفين كده وهم نازلين بيفضلوا يصوتوا جامد جدا لان طاقة الحركة بتبقى عالية قوي فبتبقى ايه بتوترهم شوية. طيب يبقى احنا دلوقتي بنبروز كلامنا وبنقول ان كلامنا about potential and kinetic energy ونقول ان potential energy increases during moving upward. في الرولر كوستر potential energy او stored energy اللي هي متخزنة يعني بتزيد جدا during moving upward كل ما الرولر كوستر يصعد لفوق. حتى انت كمان لما بتيجي تطلع السلالم وتطلع لادوار عاليه انت عمال بتخزن طاقه في جسمك لحد ما تطلع لدور. كل ما بتطلع اعلى كل ما بتخزن طاقه او potential energy اكتر. لكن يا ولاد kinetic energy بتزيد during moving downward بتزيد kinetic energy أثناء الصعود إلى النزول إلى أسفل أثناء إيه؟ النزول إلى أسفل أو moving downward. زي ما انتوا شايفين في البيكتشر يا ولاد الكار دي أو الفوتو اللي قدامنا دي الكار يا ولاد لما بتكون عند أعلى ارتفاع بيكون البوتنشال انرجي بتاعها عالي جدا ولما بتنزل لتحت بيكون الكينيتيك هو اللي أعلى حاجة. يبقى خلينا فاهمين البوتنشال انرجي بتحب قوي الارتفاعات، أي ارتفاع على طول يبقى الطاقة هي potential. لكن الكينيتيك بتحب قوي الأرض أو الانخفاض. كل ما بننزل لتحت كل ما بلاقي الحركة أو الكينيتيك energy بقت أعلى حاجة. طيب لو قلنا يا ولاد potential energy تمام أكدنا على نفس الكلام بس بنعيده بشكل تاني هنقول إن potential energy is maximum at the highest of hill بتكون أعلى حاجة في الـ highest of hill زي ما قلنا الـ potential energy بتحب الارتفاع ولكن kinetic energy is maximum at the ground of hill. زي ما قلت من شوية potential energy بتحب قوي الـ highest أو الارتفاع لكن kinetic energy بتحب قوي الـ ground الأرض. فكل ما بنصعد إلى أعلى at the highest position أو the height of hill كل ما بلاقي طاقة الوضع أو طاقة السكون اللي هي potential energy maximum لكن كل ما بنزل لتحت أو at the ground كل ما بقرب من الجراوند كل ما بلاقي إن الكينيتيك energy هي اللي بتبقى maximum. يبقى خلينا نقول إن الأوبجكت loses its kinetic energy when object stops. يبقى مجرد ما الجسم ما بيتوقف بقى خلاص اللعبة دي وقفت تماما
الرولر كوستر توقف تماما القطر بتاعها هنا يا اولاد، خلاص مفيش ايه، مفيش انرجي تماما، فقدت كل الطاقة بتاعتها لانها توقفت عن الحركة. طيب زي ما انت شايفين، لو جه حد حدف كورة او حاجة من مكان مرتفع، طبعا هو الولد ده لما طلع لفوق جسمه او الكورة كمان اللي معاه كانت بتشحن بوتنشال انرجي. مجرد ما حدف الكورة يا ولاد حصل ترانسفورمينج او تحول، انتقال كونفرتينج من البوتنشال للكينيتيك، وبقت الكورة عمالة تتحرك. بصوا الولد حاطط ايده ورا ظهره ازاي، يعني هو ما حركهاش، هي لوحدها عارفة طريقها ونازلة لتحت. يبقى هي يا ولاد عندها طاقة متخزنة عايزة تطلعها، فبتطلع الطاقة دي في شكل كينيتيك انرجي وتتحرك لأسفل. يبقى زي الرسمة اللي قدامنا يا ولاد، كل ما بنقرب من الجراوند الكينيتيك انرجي بتبقى عالية، لكن كل ما بنصعد إلى أعلى بتبقى البوتنشال انرجي هي اللي أعلى حاجة. طيب إيه أهمية الانرجي في حياتنا؟ What is the importance of energy in our life؟ هنقول يا ولاد أول حاجة إن الـ energy affects the motion and the position of objects، يعني ممكن الـ motion الـ energy تأثر على حركة الأشياء وموضع الأشياء كمان. Used to prepare food or heating water، ممكن نستخدم الطاقة في إني أحضر الطعام أو أسخن المية علشان أعمل شاي، علشان أعمل الغداء. كل ده يا ولاد الأكل بتاعي بسخنه على البوتاجاز اللي بيطلع لي هيت انرجي او produces هيت انرجي. يبقى الطاقه في حياتنا في كل شيء، من اول انها بتاثر على الموشن بتاعتي زي الراجل اللي بيحاول يزق دي الويل او العجله دي، تمام يا ولاد؟ طبعا هو محتاج انرجي، طاقه. طيب طنط دي او ماما لما تيجي تعمل الاكل يا ولاد بتبقى محتاجه برضو انرجي عشان تسخن الاكل، محتاجه هيت انرجي. كمان لايت هاوسز اند ستريتس عشان ننور البيوت بتاعتنا وننور الشوارع محتاجين برضو light energy أو طاقة ضوئية، ما هي برضو نوع من أنواع الانرجي. طيب the body needs stored energy in food to do work. طيب احنا لما بناكل يا أولاد ايه السبب اللي بيخليني اكل؟ لان الطعام ده او الفود بيبقى جواه energy اسمها chemical energy. مجرد ما تاكل الطعام بيبدا الكيميكال انرجي تدخل جسمك وتديك الباور او الانرجي اللي انت محتاجها في حياتك اليوميه. خلينا نقول examples. A football player kicks a ball. examples على الموفينج انرجي او الطاقات اللي فيها حركه، زي واحد مثلا بيضرب الكوره برجليه او بيشوط الكوره kicks a ball، ده نوع من انواع الموفينج انرجي او كينيتيك انرجي. طبعا كمان kinetic energy transfer from player's foot to the ball so the ball move. زي ما انتم شايفين الولد ده عمل كيكينج او شاط الكوره برجليه، ايه اللي حصل؟ بدات الكوره تتحرك. طب ثواني، هي الكوره اتحركت ليه؟ هي ما كانتش بتتحرك اصلا. لا، ما هو اللي حصل ان رجليا هي اللي حركتها. ازاي؟ بان انتقلت الانرجي او انتقلت الطاقه من رجليا للكوره، يبقى حصل هنا انتقال للانرجي، ترانسفيرنج للانرجي from my leg to the foot to the ball، فبدات الكوره تتحرك. يبقى خلينا مدركين لمعنى انتقال الانرجي او ترانسفيرنج اوف انرجي. كمان يا اولاد the ball moves in air because it gained kinetic energy. It gains kinetic energy. الكرة اتحركت في الهواء لأنها gained أو حصلت على طاقة حركة kinetic energy. The kinetic energy دي transfers from ball to the goal. انتقلت بقى طاقة الحركة من الكرة للشبكة بتاعة الجول، وبدأ طبعا الناس كلها تسقف تقول جول طبعا زي ما انتم بتسمعوا في الماتشات، بسبب ان الشخص اللي شاط الكورة نقل لها طاقة الحركة اللي كانت في رجليه وبدأت تتحرك وراحت على الجول. طيب علشان كده لازم نأكد كمان على ان our body gets the needed energy from food، محتاج جسمنا ياخد طاقة من الطعام، تمام. كمان يا ولاد that energy enables us to make force. يبقى احنا في حاجات كده بنعرفها كمان، ان الانرجي اللي عمالين بنتكلم عنها في الكونسبت بتاعنا
من الحاجات المهمة جدا لحياة الإنسان وحياة الكائنات عموما إن الشخص يقدر يحصل على الإنرجي اللي هو محتاجها من الطعام أو الفود أو getting the food. That energy بقى أو الإنرجي دي enables us to make force، بتمكننا إن إحنا نعمل طاقة قوة سوري أو نصنع القوة ويبقى عندنا قوة تقدرنا إن إحنا نحرك الأشياء. This force move the objects، ممكن تحرك الأشياء. When object moves we say that our body is doing work، مجرد ما الطاقة اللي عندنا تتحول لقوة وأثر بيها على حاجة وأحركها أنا كده أقدر أقول إن أنا بذلت شغل. تمام كده يا ولاد؟ doing work. يبقى خلينا نقول العلاقة ما بين energy and work، relation between energy and work. The body which has energy exerts force on object to move so work is done. الجسم اللي عنده energy يا ولاد بيبذل قوة على الحاجة اللي قدامه علشان ونقدر نقول ساعتها إن هو doing work، بيعمل شغل. زي ما تقدر كده تلاقي نفسك قادر إنك تنظف الأوضة بتاعتك وترتب السرير وترتب الكتب والدولاب بتاعك، كل دي حاجات أنت لو عملتها ده دليل على إن أنت عملت work، شغل. ليه عملت شغل؟ عشان أنت قوي، عندك force، عندك قوة. طب جبت القوة دي منين؟ جبت الفورس دي منين؟ من أنت عندك energy، طاقة. جبت الطاقة دي منين؟ طبعاً من الفود أو الطعام. طيب؟ خلينا نقول إن work it's the exerted force applied on object causes motion. الطاقة المبذولة أو القوة المبذولة على الجسم عشان تسبب له الحركة. طيب لو اتكلمنا عن the properties of energy أو خواص الطاقة هنقول إن the energy can be stored and changed from one form to another as roller coaster. زي ما شرحنا الرولر كوستر كده الطاقة بتتحول من صورة لصورة. كمان most forms of energy cannot be seen like heat energy. معظم أنواع الطاقة مش بنقدر نشوفها يا أولاد. Like mean like heat. هو أنت لو بصيت على كوباية شاي مثلا سخنة شوية تقدر بعينيك تعرف إنها سخنة من غير ما تلمسها؟ طبعا بخلاف الدخان اللي طالع منها. عموما تقدر؟ أعتقد لأ. طب الساوند الصوت لو بصيت كده بعينيك على اي حاجه التلفزيون مثلا بعينيك بس وسديت ودانك خالص هتقدر تعرف ان في صوت طالع من التلفزيون؟ هتقدر تعرف ان في صوت طالع من الراديو من غير ما تكون انت سامع بودانك؟ لا طبعا. يبقى في نوع من انواع الانرجي مش بنقدر نشوفه بعينينا يا اولاد زي الهيت وزي الساوند، كل دي طاقات كتير جدا مش بنقدر نشوفها. طيب كمان يا ولاد the work done by energy can be seen and measured as light and motion energy. ولكن بعض انواع الانرجي بتتشاف. مين الانرجي اللي ممكن اشوفها بعينيا؟ الله ينور عليكم. light النور. مش انت قلتي يا ميس ان النور او light يعتبر form of energy؟ طب ما انا بعرف اشوف النور. طيب تمام، احنا ما قلناش ان كل الطاقه مش بتتشاف. في energies مش بتتشاف او cannot be seen، وفي energies تانية بقدر أشوفها عادي. زي مين الenergies اللي بقدر أشوفها عادي؟ like light energy، كمان like motion الحركة. أقدر أشوف قدامي، أقدر أشوف بعيني الحركة أو الكينيتيك energy. آه طبعاً بقدر أشوفها عادي. طيب علشان كده يا أولاد بنقول إن العلماء أو scientists classified energy into two types potential and kinetic. What is the meaning of potential؟ It is the energy stored in the object due to the work done on it. الطاقة المتخزنة. دايما البوتنشال بتبقى متخزنة كده يعني لئيمة شوية مش بنبقى شايفينها بعنينا. بتبقى متخزنة في الجسم. زي مين؟ زي when you raise a pole، لما ترفع كورة لفوق انت كده بتخزن فيها potential energy. طيب لو اتكلمنا about kinetic energy. It is the energy object has due to its motion. الطاقة تمام اللي بيمتلكها الجسم نتيجة لحركته. like when you leave ball to fall، لو انت مسكت كورة لفوق كده رفعتها لفوق انت بتشحنها potential، مجرد ما تسيبها بتبدأ تتحول potential energy into kinetic energy. ومن هنا يا أولاد نقدر نأكد ان potential energy increases by increase the height of from the earth's surface. أما الكينيتيك انرجي بتزيد increases by increase the speed of object. كل ما بزود سرعة الجسم بتزيد الكينيتيك انرجي، وكل ما بزود الهايت
او الارتفاع بيزيد potential energy. الله ينور عليك يا جونيور 4. لو اتكلمنا على concept number 3 which is speed. speed ده هو العنوان بتاع الكونسبت، السرعة. مين فيكو سريع جدا؟ اللي سريع جدا وحاسس ان هو سريع في الجري بتاعه يكتب لي كده في الكومنتس، عشان هقول لك معلومة النهاردة هتكتشف بيها ان انت برغم سرعتك الجامدة جدا الا ان في حيوان معين لو اتسابقت معاه استحالة تقدر تغلبه، لان هو اسرع حيوان على وجه الارض. خلينا نبدأ مع بعض الكونسبت يا أولاد، ونقول لو حبينا travel نسافر from Alexandria to أسوان in short time، لو عايزين نسافر من اسكندرية لأسوان بس يكونوا في وقت قصير، يا ترى هنروح على رجلينا مثلا؟ أكيد لا طبعا. we use إيه؟ هل ممكن نستخدم طيارة ولا نستخدم عربية ولا نستخدم قطر؟ إيه رأيكم يا أولاد؟ طبعا كل واحد فيكم هيقول إجابة. في ولد يقول لي والله بقى يا ميس أنا بتهيألي العربية كويسة عشان أنا ما عنديش طيارة والقطر بعيد، أو القطر مثلا مش عارف ألاقي قطر دلوقتي فبضطر أركب عربية عادية. بس طبعا في ولد تاني أذكى شوية يقول لي لا بس ثواني، طب ما أنا ممكن أركب القطر مثلا والقطر هيبقى أسرع وهيوديني بسرعة. جميل، برافو عليك. واحد تالت بقى أذكى بكتير يقول لي لا ده انا اخد طياره ايه في ثواني اكون وصلت اسوان. برافو، برافو عليكم على طريقه التفكير بتاعكم يا جونيور 4. هو ده اللي احنا عايزينه من المنهج بتاعنا، ان انت اللي تسال عقلك وتخليه هو اللي يوصل للمعلومه. فعلا الايروبلينز او الايربلينز is faster because it covers longer distance in shorter time. الطياره هي اسرع وسيله ممكن استخدمها عشان اوصل من مكان لمكان. ليه؟ لأنها ممكن تقطع مسافة كبيرة جدا في أقصر وقت ممكن، في وقت قصير جدا جدا جدا. طيب إزاي ممكن نقيس سرعة الأشياء؟ يعني هل الكلام كده بقول كلام وخلاص، ولا لازم يكون فيه دليل ولازم يكون فيه حسابات معينة to measure object speed عشان أقدر أقيس سرعة الأشياء؟ to measure speed we must know، عشان نقيس سرعة أي جسم لازم نعرف أول حاجة distance، المسافة that object traveled، المسافة اللي الأوبجكت أخدها. تاني معلومة لازم نعرفها الزمن time، time taken to travel this distance. تاني احنا بنتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا، إن لازم في الساينس يا أولاد نتعلم إزاي نقيس قياسات حقيقية لكل شيء. كلامنا لازم يكون دقيق دايما. إزاي ممكن أقيس أو how to measure object speed، إزاي بقيس سرعة الأشياء؟ علشان تقيس سرعة أي حاجة لازم تجيب الحاجتين دول distance and time. distance and time، عايز أقيس سرعتي احسب المسافة اللي أنت مشيتها قد إيه واقسمها على التايم اللي أنت أخدته، تمام، الزمن اللي أنت أخدته قد إيه، وأنت تعرف سرعتك كام. طيب خلينا نوضح أكتر الكلام. لو جينا اتكلمنا على الحيوان أو الأنيمال اللي قلنا من شوية عليه وقلنا انه حيوان مبهر جدا في سرعته، شيتا ده نوع من انواع الحيوانات اللي very 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 speed او سريعه جدا جدا جدا. ايه السبب اللي بيخلي الحيوانات دي تكون سريعه كده يا اولاد؟ هنتعرف مع بعض عن البروبرتيز بتاعتها دلوقتي حاجه حاجه، بس خلينا نقول احنا انتقلنا بالكلام من ازاي ممكن اقيس السبيد لحيوان سريع جدا، وهنرجع تاني لكيفية قياس الـ speed of object. بس خلينا نتعرف عن الشيتا أكتر يا ولاد. أول حاجة الـ head أو الراس بتاعة الشيتا بتتميز بأنها low to shoulder، بتكون نازلة عن الشولدر شوية، نازلة عن الكتف، ما هيش مطلعة لفوق، لا بتبقى نازلة تحت مستوى الشولدر، تحت مستوى الكتف. وده مهم جدا عشان يساعد to decrease air resistance، يقلل مقاومة الهواء لحركة الشيتا. ايه هي الـ air resistance دي؟ ليه مش هو وانت راكب العربية لو طلعت راسك من الشباك بتحس بالهواء خابط في وشك؟ نفس الكلام، الشيتا لما بتكون ماشية بسرعة كبيرة الهواء بيبقى ضارب في وشها جامد، هيبقى غلط عليها مش هتعرف تجري كويس، علشان كده هي بتنزل راسها لتحت علشان تقاوم الهواء القوي اللي ممكن يقلل سرعتها. خلينا نقول كمان سباين او الظهر بتاع الشيتا اللي هو العمود الفقاري جاي من سباينال كورد كده،
السباين او الباك بون اللي هو العمود الفقري بتاعها بيكون مرن جدا flexible and act as spring of its legs muscles، بيبقى عامل زي الزنبلك للعضلات بتاعت الرجلين، يبقى كأن يا ولاد ظهرها زي بالظبط الزنبلك spring، وبيبقى flexible مرن جدا جدا جدا. كل دي حاجات مهمة بتساعدها على سرعة الجري. كمان النوز، يا حتى كمان النوز بتاعتها فيها حاجة مميزة. أيوة طبعا، هنلاقي إن فتحات النوز بتكون أكبر في الحجم علشان تعرف تاخد أكبر قدر من الهواء وهي بتجري. يبقى النوز has a large opening to breathe a lot of air، يبقى كل حاجة ليها سبب يا ولاد. كمان القلب بتاع الشيتا بيكون كبير، large oversized powerful heart، قلبها قوي وحجمه كبير. تمام يا ولاد، قلبها حجمه كبير علشان يساعد انها تاخد اكبر قدر من الدم علشان تضخ دم بسرعة وتحصل على طاقة وتدي جسمها طاقة كتير، وده بيساعدها على انها تتحرك اسرع واسرع واسرع. طيب كمان الكلوز او الاظافر بتاعت رجليها يا ولاد اللي هي close of its leg، بيكون cheetah sticks its claw in ground while running to push the ground and become faster. بمعنى ايه يا ولاد؟ بمعنى الكلو او الاظافر بتاعت الشيتا بتثبت في الارض، ستيكس يعني بتلزق في الارض وهي بتجري، وده بيساعدها جدا يا ولاد انها ما تتزحلقش. انتوا متخيلين المعنى ازاي؟ يعني وهي بتجري بسرعه، ممكن تكون بتجري على رمال، ممكن تكون بتجري على ارض ناعمه، كل ده حاجات ممكن تخليها تتزحلق يا ولاد، لكن لا، ربنا اداها قدره في ان الكلوز بتاعها او الاظافر بتاعتها بيكون فيها حاجه ستيكي كده او جزء ملتصق بيلتصق بالارض علشان يساعدها يا ولاد انها running to push the ground and become faster، عشان تدفع الارض برجليها كده وتبقى ثابته بخطوتها على الارض وتجري بسرعه. اخر حاجه الوزن بتاعها ما هواش كبير، يعني لو الاسد بيتنافس مع الشيتا اكيد الشيتا هي اللي هتغلب لان هي وزنها قليل، بيوصل من 41 to 45، يعني وزنها من 41 كيلو جرام ل 45 كيلو جرام، يعني وزن كده واحد عنده مثلا في جونيور 6 ولا حاجه يعني، او في جونيور في ميدل 1، يعني وزنها مش كبير قوي. تمام، على عكس طبعا اللاين اللي ممكن يوصل وزنه ل 500 كيلو او 400 كيلو، متخيلين؟ طبعا خلينا نقول ان الشيتا is the fastest wild animal on earth، اسرع حيوان بري في الارض هو الشيتا، which runs 100 meters in 6.4 seconds، بتجري يا اولاد 100 متر في 6 ثواني، 100 متر في 6 ثواني 0.4، يعني سريعة جدا جدا جدا. كمان الشيتا تشينج اتس سبيد فروم 0 تو 96.5 كيلومتر بير اور ان 3 سكندز، يعني ممكن الشيتا تغير السرعة بتاعتها من 0 ل 96.5 كيلومتر، يعني كانت سرعتها صفر، كانت ثابتة، تخيلوا فجأة بقت سرعتها في 3 ثواني بس 96.5 كيلومتر، 96.5 كيلومتر بير اور في الساعة. بمعنى ايه يا اولاد؟ يعني مقياس السبيد احنا هناخده كمان شوية، how to measure the speed، سرعة الشيتا لو كانت زيرو زيرو ممكن توصل لسرعة 96.5، يعني عارفين كده لما عربية تمشي من سرعة زيرو لمية، تخيلوا. اطلب كده لو بابا عنده عربيه قول له يا بابا تعرف تطلع بالعربيه كده مره واحده من زيرو سرعه ل 100، ما هو 96 او 96.5 كاني بقول 100 100 مثلا، هتقدر تعمل كده في 3 ثواني 3 seconds، يا شيء طبعا مبهر جدا جدا جدا. على كده بقى الشيتا ممكن تغلب السيارات، ايوه طبعا ممكن جدا تغلب عربيه. سبيد ميجرنج يونت، ايه هي اليونتس اللي بقيس بيها السرعه؟ ده مهم جدا نتكلم عنه يا ولاد، لان اي حاجه لازم اتكلم عنها او اي مفهوم بتكلم عنه لازم اقيس بيونت معينه، زي ما تروح تشتري حاجه لازم تقول للراجل مثلا عايز كذا كيلو، مثلا عايز تفاح مثلا 2، لما اقول له 2 تفاح بس كده ولا 2 كيلو جرام؟ برافو عليكم. لما اقول انا طولي مثلا
متر ونص، اقدر اقول متر ونص كده وخلاص تمام، ولا لازم اقول مثلا واحد ونص، اقول واحد طوله تو خلاص، ينفع اقول المسافة من كذا لكذا اتنين واسكت؟ ازاي لازم اقول اليونت؟ انا بحاول كل ده يا ولاد اقرب لكم معنى كلمة يونت، ازاي يبقى عندي يونت او وحدات معينة اعبر بيها عن النمبر. النمبر في حد ذاته كده الرقم لوحده ملوش قيمة ملوش معنى. لما اقول خمسة، خمسة ايه؟ طب لما اقول 5 ساعات، اه تمام 5 hours، انا كده فهمت انك بتتكلم عن الزمن. لو قلت 5 متر، اه تمام انا كده فهمت انك بتتكلم عن الطول. طب لما اقول مثلا متر بير سكند، كده احنا بنتكلم about speed، يبقى اليونت بتاعت السبيد هي متر بير سكند. متر بير سكند كلمة بير يعني على، over يعني متر لكل ثانية، متر بير سكند. ممكن كمان حد بقى لو يعني مثلا حاجات بتمشي بسرعات كبيرة استخدم يونت تانية، كيلومتر بير اور، لو الحاجة اللي بس بقيس السرعة بتاعتها دي كانت سريعة جدا جدا زي طيارة زي قطر بيبقى السرعة بتاعته بالكيلومتر بير اور او كيلومتر على الساعة يا ولاد، مش متر بير سكند. طيب لو حبينا نقول العلاقة ما بين speed and distance at same time، العلاقة ما بين speed and distance، العلاقة ما بين السرعة والdistance أو المسافة. All the following objects covers different distances in same time. شايفين الراجل اللي بيجري ده يا ولاد؟ تمام. الراجل ده يا ولاد استأخد 4 دقايق علشان يقطع مسافة معينة. الحصان ده أخد برضو 4 دقايق. طب أخد مسافة قد إيه؟ أو مشى مسافة قد إيه؟ ياه 3 كيلومتر. طب الراجل ده مشى 1.5 كيلومتر 1.5 كيلومتر والحصان لا ده عمل 3 كيلومتر 3 كيلومتر اذا اسرع شويه. طب بصوا كده في 4 دقايق العربيه عملت كام؟ 6 كيلومتر. ده معناه ان الكار faster than horse والhorse faster than this man مثلا. طب لو جينا اخر حاجه يا ولاد الصاروخ اللي قدامنا الروكت، ياه ده عمل 400 كيلومتر 400 كيلو يا ولاد، وطبعا ده دليل على سرعته الشديده جدا. طيب لو اتكلمنا عن الروكت had the highest speed، الصاروخ عنده اعلى سرعه، يبقى فعلا الروكت اثبت انه اسرع حاجه، ده اخذ 400 كيلومتر في 4 دقايق، يبقى سريعه جدا. Because it covers the longest distance in the same time. كلهم خدوا 4 دقايق بس مين قطع أكبر مسافة؟ برافو عليكم، هو الروكت، عشان كده بنقول عليه the highest speed أو أعلى سرعة في الصور اللي احنا قلناها من شوية. لو قلنا كمان يا أولاد إن شيتا والترتل، لو قارنا بين شيتا والترتل الاتنين covers the same distance، الاتنين مشوا 50 meters 50 متر. طيب ثواني، يعني يا ميس انت عايزة تقولي ان الشيتا اللي هو الحيوان السريع جدا يتقارن مع التيرتل؟ لا ما هو ثواني انا ما كملتش كلامي، انا ما قلتش انهم قد بعض، ما قلتش انهم يتقارنوا، لا طبعا شيتا فيري 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 سبيد سريعة جدا، ولكن المسافة اللي خدتها الشيتا عشان توصل 50 متر اخدتها في مثلا نقول 3 ثواني، نقول مثلا 5 ثواني، ولا مش عارفة اقيسها كويس، ممكن نقول مثلا 30 ثانية تمام. طب التورتل السحلفة، لا هذا السحلفة خدتها في ساعة عشان تمشي 50 متر. يا يبقى الفرق ما بينهم كبير. هنا الديفرنس في ايه يا ولاد؟ او الديفرنس ما بينهم في ايه؟ في الديستانس ولا في التايم؟ لا في التايم. هنا الاتنين قطعوا نفس الديستانس ولكن أخدوا أزمنة مختلفة، أخدوا تايم. هنا تشيتا أخدت 3 seconds وطبعا الترتل أخدت 3 hours 3 ساعات. تخيلوا الفرق كبير إزاي؟ يبقى ممكن يا ولاد السرعة تفرق ما بين حاجة وحاجة عن طريق يا إما الفرق يكون في الديستانس المسافات، يا إما الفرق ما بين الزمن التايم اللي الكائن خده أو التايم اللي الجسم خده عشان يتحرك. هنقول إن تشيتا طبعاً has the highest speed because it takes shorter time to cover the same distance، أخذت وقت أقل عشان تقطع نفس المسافة.
يبقى الـ speed of moving objects depend on the distance covered by objects وthe time taken to cover this distance. لازم يبقى عندي حاجتين أساسيين عشان أتكلم عن speed: distance and time. مفهومة كده؟ طيب هنقول كمان إن speed it's the distance covered by the moving object with an interval of time. يعني المسافة اللي بيقطعها الجسم خلال أزمنة، خلال الزمن. طيب يبقى برضو بنأكد للعلاقة ما بين التايم أو الديستانس والتايم الاتنين وعلاقتهم بالسبيد. الاتنين مرتبطين بالسبيد، وطبعا السبيد physical quantity that indicates how fast object moves، يعني هي المؤشر اللي بيبين لي ازاي الأجسام بتتحرك بسرعة. أقدر أعرف سرعتها عن طريق إني أعرف السبيد بتاعها، هو اللي بيعرفني الجسم ده بيتحرك ازاي. أعرف سرعته ازاي؟ قول لي رقم معين عشان أعرف سرعة العربية، أعرف سرعة الحصان، أعرف سرعة التشيتا. أمال أنا عرفت ازاي إن التشيتا أسرع حاجة؟ إني قست السبيد بتاعها. يبقى الأوبجكت موفز فاست هاز هاير سبيد، زي الشيتا كده. يبقى الجسم اللي بيتحرك أسرع أكيد هو سرعته أكبر. كمان الأوبجكت موفز سلو، الجسم اللي بيتحرك بطيء has low speed أو عنده سرعة قليلة زي التيرتل. يبقى تشيتا moves fast، اتحركت أسرع so it has higher speed. أما التيرتل طبعا اتحركت slow أو أقل في السرعة، علشان كده it has low speed، سرعة أقل. يبقى the object that covered a long distance in shorter time has high speed. تاني، الجسم اللي بياخد longer distance in shorter time، ركزوا معايا يا جونيور 4، مسافة كبيرة قوي وزمن قليل، يبقى سرعته كبيرة جدا. تاني، لو الجسم أو object covers longer distance، مسافة كبيرة in shorter time، يبقى بنقول عليه has high speed. طب لو جينا قلنا بقى الجسم اللي سرعته قليلة low speed بيعمل ايه؟ لا، ده بقى بياخد مسافة قصيرة وزمن كبير. يبقى كل ما صغرنا قوي التايم وكبرنا قوي الديستانس، يبقى الجسم ده هاي في السبيد، سرعته كبيرة. وكل ما صغرنا قوي الديستانس وكبرنا قوي التايم، يبقى الجسم ده سرعته لو، قليلة جدا. طيب ازاي بنقيس السبيد؟ الديستانس measured by كيلومتر اور متر. يبقى أول حاجة تساعدني عشان أقيس السبيد هي الديستانس، المسافة. طب إزاي بقيس المسافة؟ الديستانس بقيسها ومجرد باي كيلومتر أور متر، ممكن أقيسها بالمتر أو الكيلومتر. تاني حاجة مهمة جدا عشان أجيب السبيد بتاع الجسم هي التايم. طب إيه هي اليونتس بتاعت التايم؟ طبعا hours، seconds، ممكن minutes كمان، بس مش مهم نكتبها دلوقتي. خلينا نعرف اللي علينا بس، أو اللي ممكن يساعدنا وإحنا بنحسب السبيد. يبقى إحنا تعرفنا على الديستانس كحاجة مؤثرة جدا في قياس السبيد، وكمان التايم، وعرفنا إن لو عملنا لهم ديفايدد باي الاتنين هيديني السبيد. يبقى السبيد ميجرد باي ديفايدد ديستانس باي ذا تايم، قسمة الديستانس على التايم. يبقى السبيد إيكوالز ديستانس أوفر تايم، واليونت بتاعة السبيد هي كيلومتر بير اور زي ما قلنا من شوية اختصار كده ليها، أو اور متر بير سكند أو متر على الثانية. طيب يبقى the motion direction of object doesn't affect speed، حركة الجسم كل ما بتزيد طبعا كل ما السرعة بتاعة الجسم بتزيد. يبقى يا ولاد احنا فهمنا مع بعض ازاي ممكن اقيس سرعة اي جسم عندي. ممكن كمان نستغل الموضوع ده ونقول شوية problems كده يا ولاد. يعني مثلا لو جينا حسبنا البروبلم دي وقلنا calculate the speed of runner who runs 240 meter in 60 seconds. طيب ركزوا كده، هو بيقول لي دلوقتي ان الرانر او السباق ده او اللي بيجري يعني لو حبينا نحسب السرعة بتاعته بنعمل ايه؟ تاني بنسأل نفسنا سؤالين: what is the distance and what is the time. الديستانس عندي 240 متر،
والتايم 60 seconds. فببدأ أحسب بنفس الرول أو القانون بتاعي speed equals distance over time. distance بكام؟ 240. time بكام؟ برافو عليك 60. يبقى النتيجة هتكون 4 meter per seconds. تمام يا ولاد؟ طيب لو جينا بصينا على problem كمان عشان تثبت معانا معنى الـ speed state و measure the speed. calculate the speed of a car that covers 300 km in 1 hour. زي ما انتوا شايفين كده العربية لو أخدت distance 300 في time 1 hour هحسب الـ speed ازاي؟ برافو عليك. وأول حاجة أكتب الرول بتاعتي، القانون بيقول speed equals distance over time. يبقى 300 اللي هي distance over 1 اللي هو time، وابدأ اطلع الناتج بتاعي هيبقى 300 كيلومتر بير اور. طب ليه ما قلتيش متر بير سكند؟ لا، ما احنا هنا بنقول على اساس اليونت اللي هو مديهاني، اليونت بتاعت الديستنس كيلومتر واليونت بتاعت التايم اور، يبقى كيلومتر بير اور. طيب لو شفنا الكويتشن دي بيقول لي if Kenzie rides a bike and covers 150 meter in 50 seconds to reach supermarket. Calculate the speed of the bike. احسب لي سرعة البايك اللي كانت كنزي راكباها. هنلاقي ان الديستانس كانت ب 150 والتايم بكام؟ 15. برافو عليكو. عادي جدا هنطبق الناتج بتاعي speed equals distance over time. هكتب الديستانس اللي هي ب 150 over time 15. يطلع الناتج شطار يا جونيور 4 10 و 10 ايه بقى؟ متر بير سكند. برافو عليكو. لو جينا بصينا على البروبلم اللي بعديها بيقول لي in a race Adam rides a bike and covers 500 meter in 20 seconds. calculate the speed of the bike. احسب سرعة البايك. هنقول ان the distance اللي عملها البايك دي مشت مسافة 500 متر او 500 meter في وقت قد ايه؟ 20 seconds. يبقى هكتب الرول بتاعي، القانون بيقول in distance over time 500 over 20 equals 25 meter per seconds. برافو عليكم. أبدأ بناء على كده يا ولاد أحسب الناتج بتاعي. طيب لو جينا نشوف آخر problem معانا، عندي عربيتين two cars وعايزاكم تقارنوا ما بينهم وتشوفوا مين الأسرع. أول car هي blue car يا ولاد moves 10 meter in 2 seconds. تاني عربية red car moves 20 meters in 4 seconds. لو بصينا الأول عربية هنلاقي إن blue car moves 10 meters in 2 seconds. هنلاقي distance 10 والtime 2، يبقى 10 over 2 equals برافو عليكو 5 meter per seconds. لكن red car أو العربية الحمراء دي لو جينا نحسب السبيد بتاعتها هنلاقي distance ب 20 والtime ب 4، so 20 divided by 4 أو 24 over 4 equals 5. يلا قولوا لي مين فيهم أكتر سرعة، مين فيهم أسرع يا ولاد؟ برافو عليكم، الاتنين سرعتهم طلعت 5 في الآخر، ده يوصلنا لإن السرعتين are equal أو التو speeds are equal، سرعتين العربية متساويين مع بعض. وبكده يا ولاد نكون خلصنا الكونسبت نمبر 2 ونمبر 3، وزي ما اتفقنا مفيش حاجة عندنا بتتلغى وكل حاجة هناخدها مع بعض ونتعلمها ونستمتع بالمعلومات اللي بنعرفها، بس هنكمل في الكونسبت الأخير والجزء الأخير من الأكتيفيتي بتاع الكونسبت نمبر 3، الأكتيفيتي نمبر 13 و14، وإن شاء الله المرة الجاية هتكون فاينل ريفيجن مع بعض عشان نكون مستعدين للامتحان إن شاء الله يا ولاد. يلا see you next time.